بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة بيتكم بيت الهنا، وإن شاء الله دايما تأمينوا لنا. كثير في رمضان بنشكي من أطفالنا، بنلقاهم مرات بكوركو شديد، مرات بنلقاهم بتحصل منهم بعض التصرفات، إذا ممكن يكونوا مزعجين زيادة، إذا ممكن يكون عندهم شغب زيادة. هل المسألة دي لها علاقة بانشغال الأم في رمضان؟ لأنه طبعا هيكون انشغالها زايد عن السنة. تعالوا نشوف مع بعض تأثيرات النفسية بالنسبة للطفل وتأثيرات الأم على طفلها، كيف هي ممكن تتوطد العلاقة ما بينه وما بين هذا الطفل في هذا الشهر الكريم. أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بضيفتنا اللي هتكون معنا بعد شوية، الاختصاصية الاجتماعية الأستاذة سلافة بسطاوي. تعالوا نسمع صوت بيت الهنا. اهلا بكم مشاهدينا، ووصلت لصالون بيت الهنا الاخصائيه الاجتماعيه استاذه سلافه بسطاوي. احنا بنحييها وبنقول لك اهلا ومرحبا بك، شرفتينا في بيت الهنا. مرحبا بكم ومرحبا ببيت الهنا. اهلا بك كثير. اول حاجه لما نبدا نتكلم عن انه كيف مفروض تكون العلاقه ما بين الام والطفل، احنا عارفين المحنه والمحبه والكلام ده كله، لكن في رمضان كيف هي بتكون؟ العلاقه بين الام والطفل هي علاقه يعني مبنية على المحبة، مبنية على الحماية، مبنية على الرعاية، مبنية على تلبية احتياجات الطفل، مبنية على فهم الطفل في كل حركاته، في كل إيماءاته، أو في لغة الجسد حتى ممكن الأم تفسر شكل العلاقة بينها ما بين الطفل. في رمضان علاقة الأم بالطفل بتزداد أكثر، في مساحة كبيرة للأم في إنها كيف تقضي وقتها مع طفلها، بالإضافة لأنه الأم بتكون حريصة في إنه تعرف احتياجات الطفل، لأنه بتكون يعني احتياجاته في الفترة النهائية تحديدا بتكون احتياجاته لوحده هو براه، دون عن باقي أفراد الأسرة اللي ممكن يكونوا هم صايمين معها، خاشين معها في نفس البرنامج بتاع الصيام. صحيح. فالطفل بيكون حريص في إنه يكون قريب من أمه، بحيث إنها في مساحة كبيرة مفروضة له، وبعد ذاك يقدر يبني علاقته من خلال تلبية من خلال طلباته ليها ولإشباع حاجاته. تمام. كيف ممكن العلاقة دي تتغير في رمضان أستاذ سلافة؟ بتتغير في رمضان لأنه نحن عادة يعني أول مفهوم اللي عندنا في إنه احتياجات الأطفال نديها أولوية زي ما احتياجات الناس الكبار، اللي بيكونوا ملحين فعلا على إنه لازم طلبهم يعني يلبى أو يشبع عليه طلبه. في رمضان بيحصل نوع من الإهمال بالنسبة للأطفال، في أقلها في انتظام الوجبات بالنسبة لهم، حتى في نوع الطعام اللي بيكون مخصص لتناوله للأطفال، بحيث إنه الأم بتترك يعني مثلا إذا بقت في وجبات موجودة أصلا في تديها للطفل، يعني تكون حريصة فينا تصنع وجبة بحيث إنها بتخط الوجبة دي تصنيعها يكون للفترة بعدينك، يعني كل الأسرة تكون ملتفة حول المائدة الواحدة، يعني الحاجة الموجودة الجاهزة بتديها له حتى لو تأخرت هي في صنع الأكل للفطور يعني في نفس اليوم. وبعدها بيعتبر إنه في متسع من الوقت، المتسع من الوقت بتستفيد منه لنفس الوقت أنا أرتاح فيه، يعني ما بتكون حريصة في إنها تلبي للطفل احتياجاته بشكل جيد. بعد ذاك برضو الطفل بيكون مظلوم عندنا في رمضان في إنه اللعب نحن نعتبره إزعاج، يعني في الأيام العادية ممكن يكون الطفل بيلعب مع حركة البيت العادية، لكن في رمضان الأسرة دار ترتاح، دارين ينوموا، دارين مصدعين صايمين، عندهم مهام معينة دارين ينجزوها، وهم بيحسوا بأنهم في ظروف تختلف تماما من الأيام العادية، فالطفل هنا بيحرم من اللعب، بيحتار إنه اللعب بيكون مصدر إزعاج وقلق بالنسبة لهم، يقوموا يتعاملوا معه في إنه يقنعوه عن الشيء بيحبه. صحيح. وأزيد لك زيادة كمان في الزيارة، يعني لما نكون معزومين في حتة، في بعض الأسر اللي بتخلي أولادها في البيت وبتمشي، هذا ممكن برضو يكون له تأثير؟ أكيد له تأثير. فأول حاجة بيتحرم من قيمة من قيمة الزيارة ذات نفسها في موسم زي ده، أو في ظروف زي دي. بالتالي برضو بيتحرم الطفل في انه يعني بيتساءل في انه انا ليه مثلا ما اقوم يعني مستحي مني في الزياره دي بالذات، يعني ليه يعني هل انا مصدر يعني بيسائل نفسه هل انا مصدر ازعاج في انه مثلا ما 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 ممكن مثلا يصحبوني معاهم، هل اللحظه دي هي بيحصل فيها شنو؟ بيكون عنده فضول وعنده اسئله كثير ما يحصل له قلق،
هو ذاته ويحصل له عدم ثقة في نفسه في انه هل هو ما كفء في انه يكون موجود في والمسألة ما لها ابدا علاقة وما عندها هي علاقة العلاقة بينا احنا العلاقة بينا نحن ونحن بنرتب الاوضاع دي على حسب يعني راحتنا نحن دولا عن الاطفال. طبعا هيتكلم عن الصح شنو والغلط شنو في المسائل دي. عملنا استطلاع بالنسبة للناس قلنا لهم يعني هل تختلف علاقة الام مع الطفل في شهر رمضان باختلاف الشهور الثانية؟ خلينا نشوف الاجابات غنى شنو تفضل. اكيد ما فيش اي اختلاف في ما بين رمضان وغير رمضان، يعني الام هي ام في جميع الشهور. لا طبعا نفس العلاقه، والام هي الام والابن هي والابن في كل الاوقات. اكيد العلاقه بيكون فيها الرفق، بتكون علاقه تعليميه في المقام الاول، انت بتعلمه شهر رمضان ده شنو واللي بيحصل فيه شنو وهو لازم يتصرف كيف. نشكر اللي كانوا معنا ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وعموما يعني علاقه الام والابن هي بتكون علاقه جميله، يمكن الناس تكون متحيره بانه كيف ممكن تكون مختلفه، لكن فعليا هي بتختلف. استاذ سلافه قبل شويه كنت بتتكلمي انه الطفل ممكن يتساءل ويجي يقول انا ما كفء او انا حاصل شنو حاجه مني غلط علشان كده امي مثلا ما بتتعامل معي كويس. خلينا اسالك سؤال بخصوص الطفل اللي هو قبل الثلاث سنوات، يعني انشغال الام مثلا بتحضير الطعام اذا كان في عزومه اذا كان في حاجه فهي بتنشغل اكيد من الاطفال. قبل الثلاث سنوات فيها مشاكل؟ قبل الثلاث سنوات اكيد فيها مشاكل، لانه الطفل بيكون علاقته حميمه جدا جدا بامه، يعني اقلها ممكن تكون شايلاه على صدرها وبتتحرك به في البيت عادي. في فتره تحضيرها لوجبه الافطار اكيد الطفل بيكون بعيد منها، بيكون الطفل محتاج في انه يكون قريب منها، هي بتكون بعيده مشغوله باعداد الطعام. الطفل بيكون محتاج للبيت احتياج محدد مفترض توفره له الام، برضه بتكون هي بعيده عنه. بالتالي في ودي بتنعكس لانه بيلك في الفتره النهاريه يتحرم من لعبه، يعني حاولت الام تنومه غصبا عنه ساعات اطول فيها، بعد ذاك بتاثر في انه هو ما بيقدر يتعامل مع الاشياء في البيت بشكل جيد، ممكن يكون محصور في مكان محدد، الحته اللي بيكونوا موجودين فيها الاسره هو يكون موجود معاهم بحيث انه نعمل له انقلق يطلع برا يعني في مساحات البيت يلعب ويعمل له يعمل ازعاج. طيب يعني في حاجة تانية أستاذ سلافة بالنسبة لانشغال الأم في فترة رمضان، بيجي الضيوف طبعا بيكونوا موجودين إذا كان في عزومات أو كان في حاجات زي دي، فبتلقي إنه الطفل بيعبر بطريقة مختلفة برضو، يعني هل نفس الطريقة اللي أمه منشغلة وهي بتعد الطعام لما يكون موجودين الضيوف؟ الطفل بيعبر، ممكن تكون تعبيره ده يكون سلوك ايجابي او سلوك سلبي. اذا كان نخلينا كده في السلوك الايجابي، تمام. اذا كان السلوك الايجابي في انها الام اذا في ضيوف هيأت الطفل في انه في ضيوف جايين. طيب اذا كان دون التهيئه يعني قالت له شنو مثلا التهيئه مثلا توري في انه انه في ضيوف جايننا نحن كلنا حنتشارك في استقبال الضيوف، انت عندك دور كبير زي ما نحن عندنا دور بنقوم في استقبال الضيوف، انك انت تجي تسلم عليهم وتقعد شويه وترجع لغرفتك، او اذا عندهم جو مصاحبين معاهم هم اطفال تاخذ الاطفال وتمشي وتجهز غرفتك او تجهز مكان اللعب بتاعك وكذا، تاخذهم وتقعد معاهم وتقضوا لحظتكم، وكم زي ما نحن الكبار حنقعد برضو بنقعد بنقضي لحظتنا وبنقضي ونستنا مع بعض، وبعد ذاك هم ياخذوا اطفالهم ويمشوا. كويس ده اذا الطفل بقى بيستوعب وبقدر عنده زي ما قلت لك عنده المهارات الحياتيه. يعني تقريبا من عمر كم مساس اللي هو من عمر اربع من عمر ثلاث سنين لاربع سنوات. بقى دون ذلك في انه انا اكون حريصه في اني استطيع البي احتياجات الطفل، اذا محتاج اي احتياجات شخصيه اقوم بها في الفتره دي، زي ما انا بجهز بعيد لاستقبال الضيوف كمان اجهز في اني فعلا اقدر استقبلهم بالصوره المطلوبه، لكن مع توفير احتياجات اطفالي ما اهملها في انه انا اقوم بتلبيه احتياجاته الخاصه، اذا عنده وجبه اجهزها له، اذا عنده ملابسه اغيرها له كذا، اهيئه واخذه في مكان امن، او ممكن استصحبه معي لكن يكون مثلا بمشغوليات بلعبة محببة بالنسبة له، أو بمشاهدة التلفزيون في برنامج محدد ممكن هو يتابع، أقوم بتلبية الاحتياجات بتاعته دي. بعد ذاك إذا بقى من الطفل في سلوك غير متوقع، معناه أسأل نفسي في إنه حصل شنو. ممكن الطفل يجي للأسرة قدام الضيوف يعمل سلوك غير متوقع من
من الطفل. وهنا الام بتتجنن وبعد ذاك تقعد تقول انا طفلي ده بيعمل حاجات ما بيعملها في الوقت العادي. عايزين نعرف استاذ صراف الحاجات اللي بيعملها الطفل في ممكن تكون حاجات غريبه جدا وبيعملها ليه ومعالجتها كيف؟ بس اسمح لنا نمشي فاصل ونجيكم راجعين مشاهدينا نكمل حوارنا، خليكم معنا. بيت الهنا بيت الهنا. أهلا بكم مرة تانية، نتواصل معكم مشاهدينا. وعلاقة الأم بالطفل برمضان هو موضوعنا. قبل الفاصل كنا نتكلم إنه بعض التصرفات الخاطئة بتجي من الطفل. غريبة وتكون هي مزعجة بالنسبة للأم وبالنسبة للضيوف. ممكن من الحاجات اللي ممكن يعمل الطفل اللي هو ممكن الطفل ممكن يصرخ قدام الضيوف والصرخه بيكون هستيرية في انها قدرت تلفت انتباه الضيوف ذات نفسهم في انه انا موجود لكن ما يستصحبوني معاكم في الزياره دي. او ممكن الطفل الضيافه او شيء اللي بيقدم للضيوف ممكن الطفل يكون حريص في انه هو يتناوله مع الضيوف مع انه احنا نبهناه انه لما يجي ضيوف ما تشيل. ممكن يعمل السلوك دي. ممكن الطفل يجي يضرب الضيف يجي يضربه. او ممكن الطفل ممكن يمشي يلبس ملابس تكون متسخه ممزقه في اي يعني في بان انتباه الام في انها هي انت همشتيني لكن وعايزاني كنت اقوم بمصر عايزاني كما انت كما تريدين انت فلكن انا اريد ذلك. ايوه في يعني تمرد كده تمرد ويصير انتباهها في انها هي ثاني ما تسلك هذا السلوك فينا تهمشه او ما تستصحبه معاه في 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 مع الضيوف يعني. فممكن الطفل ممكن يحصل له تبول لا ارادي تبول امام قدام الضيوف يعني حتى بتبقى محرجه جدا قدام الضيوف ما عارفه تعمل شنو يعني خاصه المساله لو اصبح لها علاقه كمان بالتبول لا ارادي او بعض الامور اللي ممكن ابدا ما بتتعامل في البيت قبل كده تصرفها بكل شنو قدام الضيوف وبعض الضيوف ما يمشوا. من هول المفاجاه بيكون بالنسبه لها في انها بتحاول تبرر السلوك اللي حصل من الطفل ده للضيوف يعني والله دي اول مره ما عارفه عمل السلوك ده جاء من وين او الفكره بتاعته شنو بتحاول تبرر الحيض وتقول له بعدك ممكن تعمل له كده وبعد ذلك بتكون في بتعمل وعيد للطفل في انه كده او ممكن تاخذه بقوه من يده تجربيه تدخل به لجوا وبعد ذلك ممكن تضربه تعاقبه او ممكن تقفله في الغرفه وتحبسه لحد ما الضيوف يعني يفوتوا بعد ما تحبسه وتخطه فصل في الغرفة أو ضربته ما بتفكر في إنها هي حتى تغير مثلا ملابسه أو تحاول تتكلم معه بصورة أو تقول له خلاص بعد شوية أهدأ وتعال أقعد مع الضيوف أو يعني تفكر في بدائل تعالج الموقف بصورة إيجابية بحيث إنه الطفل ما يحس بإنه هو غير مرغوب فيه أصلا يعني. احنا في الموضوع ده برضو عملنا استطلاع تاني انه كيف بيمكن استغلال شهر رمضان في توطيد العلاقة ما بين الام وما بين الطفل. تعالوا نشوف الاجابات. تفضل. في ارتباط اكتر في رمضان طبعا من ناحية دينية بيشوفوا في طقوس غير باقي الشهور التانية بيشوفوا طبعا ماما وبابا في صلاة في قرآن اكتر في مثلا بيسمعوا كلام اكتر في رمضان يشوفوا صايمين في هدوء في البيت هم بيبقوا هادين في شهر رمضان طبعا الناس بيقعدوا في الفطور بيتلموا مع بعض فالاطفال بيكونوا قريبين من الاباء اكثر فبنعلمهم كيف يصوموا وكيف شهر رمضان وكيف الاسره تكون مرتبطه مع بعض. بس شهر رمضان ده لانه فيه حميميه يعني اساسا في كل البيوت او غالبيه البيوت الاباء ما بيجوا يعني ما بيحضروا وجبه الفطور ما بيحضروا وجبه الغداء وجبه العشاء او ممكن يجوا في اي وقت ويتخت لهم الاكل براهم. لكن في رمضان معروف جدا انه قبل الفطور بساعه او بساعتين او بنص ساعه الناس بتيجي كلها بتجتمع فدي حاجه كويسه انك انت تعلم الطفل انه يستنى يرجع الناس العطشانه والجعانه تاكل مع الاذان اذنوا ما اذنوا دي كلها قيم انت يعني بتدربه على حاجه وممكن اللي قدام يدخل فيها.
عموما مجموعه من الافكار الجميله، نتمنى ان شاء الله انه الناس تستغلها، واكيد احنا كافكار موجوده عندنا في بيوتنا انه كيف نقدر نوطد العلاقه بينه وبين الاطفال. استاذ رافع، من خلال توطيد العلاقه دي عايزه اقرنها بالفتره بتاعت الفطور، لانه اللحظه اللي هي ما قبل السفره بتكون لحظه صعبه جدا، الناس بتبدا تجهز السفره، بتجهز المويه اذا في صينيه برا، اذا يعني الحاجات دي بتبقى صعبه شويه. كيف التعامل الام مع الطفل اللي هو ممكن تزداد حالته سوء، يبكي زياده، داير ياكل من ده ويشيل من ده، يعني خاصه اذا كان السفره دي طالعه برا او طالعه على الضيوف، فكيف الام تتعامل مع الطفل؟ في اللحظه دي، هي طبعا اللحظه دي بتكون نتاج لتعامل سابق الطفل بيكون خاتيه في نفسه، في انه اذا هو متعود في الشهور السابقه في الشهور العاديه في انه بيتناول الوجبه بتاعته في صينيه في مائده مع بعض، لكن في فتره رمضان بيتحرموا من المتعه بتاعت انه يتواجدوا كلهم في صينيه في الوقت النهاري، فيكون بسندوتش. فهي بيكون في مقارنه في انه الاعداد والتجهيز للفتره دي. كلامك صح استاذ سرافة، يعني عايزه كمان يعني منك نصائح تقدميها للام، خاصه انه في بعض الامهات بيفتكروا انه السلوك ده هو نتيجه عن الدلاله الزايد، يعني فاحنا دايما نوضح المساله ومعاها شويه نصائح. الطفل لما يعني يتنقل او يطلب من الحاجه دي او للحاجه دي او ما يقدر يحدد هو عايز شنو، ممكن يكون احنا بنفهمه بانه الطفل ما قادر يحدد، لانه كما الحاجات بقت جديده عليه النمط ده نمط جديد بالنسبه له. بعد ذاك الام ممكن يكون هي ما تعني انه يكون دلال، لكن بيبقى دلال لانه بيقول خلاص اسكته اديه من ده، خلاص عايز من ده لا خذ من ده، لا من ده شيل من ده، اقطع من ده، خلاص خذ ده وروح. بالفهم دي الطفل بعده بيتعود على النمط ده، يعني كل يوم خلال طيله الشهر حيجي يدعم، لانه ما وضحت له الفكره ذاتها والقيمه ذاتها من شكل الحياه والتنوع بتاعها بشكل عني. فعشان كده الام تكون حريصه جدا جدا في انها في الفتره النهاريه تلبي احتياجات الطفل، بل كيفيه اللي بتلبي بها احتياجات الكبار في وقت الافطار. تمام. الحاجه الثانيه في انه الطفل اللي بيستوعب وبيعرف وبقدر المستطاع اتواصل معه واوضح له يعني ده نصيبكم من هذه من الحاجات الموجوده دي، واديها لي ويكون يعلم تماما انه كل الموجود على مائدتهم او على سفرتهم هو موجود عندنا نحن بعدينك. الحاجه الثانيه في انه توري انه وتديه مهام محدده ممكن يقوم بها، يعني يعني اقلها ممكن اذا نحن تكلمنا مثلا احنا في السودان مثلا الافطار بيكون على الارض، ويكون مثلا ياخذ المساند يخطها على الارض، يكون عنده دور الحيطه البسيطه اللي بيقدر يستطيع انه يقوم بها، يشارك في 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 عمليه تجهيز تناول الوجبه. اقلها ممكن يعني يصب العصائر، ممكن بكباب صغيره حقتهم يعني خاصه بالاطفال يدي اخوانه يقوم بدور يعني كده. أيوة. فدي كل حاجات بتخليه الطفل يكون هو فعلا مشارك وفعلا بعد درست فيه القيمه، نحن الفهم في انه نغرس فيه القيمه في انه بحيث انه يعني كل ما يكبر تنمو معه القيمه وهو يقدر ينتقل بها لاجياله. وده اللي احنا بنامله ان شاء الله من اطفالنا ومن الاسر، انها تتعامل بشكل كبير على القيمه في المرحله الاولى، يعني وتبقى هي بقيه لمراحل عمره باختلاف طبعا يعني خلينا نقول باختلاف السنين وباختلاف الاشهر، بنديه القيمه دي جرعه جرعه لغايه لما ان شاء الله يبقى زينا واحسن كمان ان شاء الله. شكرا لك استاذه سرافة، اشكرك على تواجدك معنا، ونتمنى لك ان شاء الله رمضان كريم. شكرا لك. رمضان كريم لنا كلنا ولاطفالنا ان شاء الله. شكرا لك. نتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا، هنتواصل معاكم في فقرتنا. قبل شويه تكلمنا عن علاقه الام بالطفل، تعالوا ناخذ نصيحه ثانيه طبيه من دكتور محمد بابكر وهو اختصاصي اطفال، تعالوا نشوف مجهزين اي نصيحه، تفضلوا. اعزائي المشاهدين، مرحب بكم في فقره جديده من فقرات برنامجنا العلمي عن طب الاطفال، وحيكون حديثنا اليوم عن ارتفاع درجه الحراره في الاطفال. وكلنا نعلم انه درجة الحرارة الطبيعية بالنسبة للأطفال بتراوح ما بين 36.5 ل 37.2، ودرجة الحرارة بهذا المقدار هامة جدا
لنمو الطفل وللتمثيل الغذائي وإنه يكون في حركة وفي صورة طبيعية. لكن في بعض الأحيان ممكن ترتفع درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة ممكن يكون نتيجة التهابات، والالتهابات دي ممكن تكون التهابات صدرية، ممكن يكون التهاب في اللوز، ممكن يكون حتى في وجود التهاب في البول أو التهاب في أي مكان آخر ممكن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. وحاجة برضو كثيرة جدا عندنا اللي هي الملاريا، ومرات في بعض الإسهالات ممكن برضو تعمل لنا ارتفاع في درجة الحرارة. ونحن عشان ارتفاع درجة الحرارة ده مهم شديد ونقدر نتعامل معه بحيث إنه الطفل ما تجيه أي مضاعفات أخرى، والمضاعفات الممكن تحصل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة اللي هي كلنا بنعرفها اللي هي التشنجات، والحاجة الثانية ممكن تحصل اللي هو ممكن جفاف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة. عشان كده مهم شديد إنه نعرف كيف نتعامل معها في المنزل. إحنا عشان نعرف إنه درجة الحرارة ارتفعت ولا لا اللي هي بنقيسها باللي هو الثرمومتر، والثرمومتر عندنا عدة أنواع، في نوع بسيط جدا اللي هو ارتفاع درجة الحرارة بيقاس بارتفاع الذئبق في المقياس بتاع الثرمومتر. في أنواع حديثة اللي هي التكنولوجيا الحديثة دخلت عندنا اللي هو ثرمومتر وإلكتروني، وده بيورينا الجرائم مباشرة، مجرد ما نحن نخط المقياس بتاع درجة الحرارة في الفم أو تحت الإبط مثلا، وأحيانا في فتحة الشرج ممكن يورينا درجة الحرارة ونقدر نعرف إذا كان في ارتفاع ولا لا. وفي برضو جهاز تاني ممكن نستعمله، والجهاز اللي هو قياس درجة الحرارة بوضع هذا الجهاز في الأذن لفترة ممكن تكون 30 ثانية أو دقيقة ونطلعه، وبرضو بديني القراية في الشاشة، وبكده برضو بقدر أعرف إنه في ارتفاع في درجة الحرارة. أي ارتفاع في درجة حرارة معناه نحن المفروض نتعامل معه كويس بصورة جادة عشان ما تجينا مضاعفات. وعلاج ارتفاع درجة الحرارة بالمنزل هو بصورة بسيطة جدا، إذا نحن جبنا شاشة أو قطعة بتاعة بشكير أو قطعة عادية ممكن نبلها بموية الماسورة ونمصورها كويس، وبعد كده نبتدي نخطها في الجسم بتاع الطفل ونخليها في كل الجسم بتاع الطفل، ودي ممكن تنزل درجة الحرارة وتقي الطفل برضو من مشاكل كثيرة. الحاجة الثانية ممكن نستعملها، ممكن نستعمل البنادول، والبنادول في عندنا منه بنادول ممكن ناخده في صورة بتاعة شراب بالملعقة أو بالسنج الحقنة الصغيرة أو ممكن بالقطارة كويس، وممكن برضو بنادول لبوسات كويس ممكن نستعمله برضو للطفل عشان يخلي إنه درجة الحرارة ما ترتفع بصورة كبيرة. دي يمكن حلقتنا اليوم عن ارتفاع درجة الحرارة، نتمنى إنه نكون وصلنا معلومة مفيدة نقدر نستفيد منها في البيت، ونرجع للاستديو. شكرا لك دكتور، ونتمنى إن شاء الله دائما أطفالنا ينعموا بالصحة والعافية، الصحة الجسمانية والصحة النفسية. زي ما احنا ذكرنا في القسم الأول من بيت الهنا علاقة الأم بالطفل بهذا الشهر الفضيل، عرفنا بعض الأمور اللي لازم نتجنبها وبعض الأمور الثانية اللي هنحاول قدر الإمكان إنه نتعامل بها علشان علاقتنا تكون أمتن وأقوى وأجمل مع أطفالنا. هنا أتشرق دي في إيميلنا بنتواصل به معاكم بإذن الله، عندنا مواعيد بكرة جديدة وموضوع جديد، ودعناكم الله. بيت الهنا.